مشاهدينا بجد ترحيب بحضراتكم مره ثانيه. نروح لاستاد اسكندريه مع زميلنا صلاح عقده في ضيافته كابتن احمد سامي المدير الفني لسموحه. هنشوفه عليه بعد فوزه النهارده ونرجع لحضراتكم ثاني. شكرا لك زميل عزيز يحيى حمزه مره اخرى من هنا من استاد الاسكندريه كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق نادي سموحه. كابتن احمد مبروك الثلاث نقاط، مبروك الاداء كمان في الشوط الاول. عايز اكلمك عن حاجه بين المباراه شويه في البدايه، التارجت كان عندك تارجت مع مجلس الاداره، الحفاظ على قوام الفريق، الحفاظ على مركز الفريق، تخطيت هذا التارجت وصلت الاعلى منه كمان. هو الحمد لله انا كنت عارف ان السنه اللي فاتت كانت فرقه بتنافس على الهبوط الحمد لله، وده ما كانش مكان سموحه. الحمد لله يعني السنه دي احنا حاولنا نجيب لعيبه اصغر امكانيات، انت عارف امكانيات الماديه في سموحه بقت لا قال كتير مش شويه، يعني انت كده بتجملها. بس احنا يعني الحمد لله عملنا سيستم للفرقه، في لعيبه اعراض طبعا هتبقى عندي مشكله فيها السنه الجايه، لكن هو في الاخر احنا عندنا تارجت بيننا وبين بعض اللعيبه ان احنا نحط سموحه في مكان يليق بيه، مش لازم ثالث ورابع زي السنوات اللي فاتت، تاخد وقت شويه لان الفرقه اللي كانت بتعمل كده كانت مبنيه لا كذا سنه ورا بعض. فربنا سهل، احنا يعني بنحاول على قد ما نقدر نوصل لل 50 بونت، طالما كسرنا ال 40 هو التارجت بيننا وبين بعض اللعيبه. نحاول طبعا عندك ماتشات كبيره جدا، الماتشات الجايه 6 ماتشات طبعا، فيوتشر والاهلي وسيراميكا واسماعيلي ومصري، ماتشات صعبه جدا، بس هنحاول بشكل كبير نحط الفرقه في ترتيب كويس والضغط يخف على اللعيبه تقدم كوره احسن من كده. عديت لإنبي من اسبوع ثم خطفت لبيراميدز ورجعت استعدت لإنبي مره اخرى، ازاي عملت الحاله دي؟ ازاي خرجت من دل ده على طول؟ احنا يعني كنا مشغلين في تكتيك على هنلعب الانبي، وبعد كده قال لك بيراميدز هنلعب شوط، فحاولنا نغير التكتيك شويه في التمرين الخفيفه، والحمد لله ادينا ماتش بيراميدز هايل، يعني كنا الشوط الاولاني يعني نطلع بنتيجه اكتر من واحد، لكن هم طبعا فرقه كبيره جدا، في 41 دقيقه طبعا كان ظروف وانا 10 كنا ممكن نتعادل بكرة حسام أخرانية، لكن في الآخر أنا ببارك للعيبة مجهودهم، عملنا مجهود كبير جدا من أول السنة، وفي لعيبة جاي لها عروض بس ما حدش هيمشي لملك النادي، ما حدش هيمشي فرص النهاردة كويسين جدا، ويعني احنا مكسب وأداء، ما دي أحسن حاجة. أشكرك كابتن. شكرا زميلي العزيز يحيى حمزه، لك اللقاء مع الكابتن احمد سامي المدير الفني لفريق نادي سموحه من هنا من ملعب المباراه استاد الاسكندريه. والآن أعود إليك مرة أخرى ولسوء التحليل.